يسأل أيضا عن زكاة الراتب في الصالة ويقول لي راتب قدره 1000 ريال أحيانا يجتمع وأحيانا لا ينتهي العام إلا وقد تفرغ، كيف تنصحونني في أمر الزكاة والراتب جزاكم الله خيرا؟ الزكاة إنما تجب في النقود لا حال عليها الحول، إذا تم لها حول عندك أو في مكان تحفظها فيه لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا أنفقتها قبل تمام الحول إنها لا تجب فيها الزكاة. لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق شرط الوجوب بما في الحديث لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. ولكن هنا مسألة وهي يكثر السؤال عنها، وهو الموظف الذي يدخر من كل راتب من رواتبه شيئا وينفق منه ويضع فيه وهكذا ولا يدري ما تم الحول عليه وما لم يتم الحول عليه، ففي هذه الحالة يجعل له شهرا من السنة موعدا لإخراج زكاة إلى مثله من العام القادم، فمثلا إذا كان في شهر رمضان أخرج زكاة المتجمع لديه ما تم له الحول فإنه أخرجها على تمام الحول، وما لم يتم فإنه يكون قد عجلها، والتعجيل جائز أسيما في عند الحاجة، ولا يسعى الناس إلا هذا. الموظف الذي له دخل شهري ويوفر منه ويأخذ منه وهكذا لا يسعه إلا أن يجعل له شهرا معينا من السنة يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه في هذا الشهر إلى مثله من العام القادم.